أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. يعني أمام الطلبات والإلحاح الشديد للكثير من المتعلمين ومن التلاميذ ومن الطلبة بتخصيص حلقات تعليمية في مواد الاجتماعيات والفلسفة واللغة العربية وتبسيط الكثير من المفاهيم، سأخصص مجموعة من الحلقات للحديث يعني بطريقة مبسطة عن مجموعة من المفاهيم ومجموعة من القضايا ومجموعة من الدروس يعني تخص بالأساس تلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعليم الثانوي. هذه الحلقة من طبيعة الحال يعني سنخصصها حول مفهوم الدولة وغايته في جملة واحدة وبطريقة مبسطة تغنيك عن الحفظ والإرهاق الذهني، ويعني وهي عملية بسيطة جدا. باختصار الجملة هي: مغرم وجدته سبتا يخطب. كما تلاحظون مغرم وجدته سبتا يخطب، يعني هذه الجملة في كل حرف من أحرف هذه الجملة يحيل إلى مفهوم الدولة. مفهوم الدال وجدته يحيل إلى الدولة، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه بشكل خاص. يعني كل حرف من هذه الأحرف يحيل إلى يعني ما تقوم به الدولة ويشير إلى الدولة في مفهومها وغايتها. فحرف الدال من طبيعة الحال يحيل إلى الدولة، وحرف التاء يحيل، حرف التاء يحيل إلى أن الدولة مختصة في تدبير الشأن العام باستعمال وسائل قانونية وغير قانونية. أيضا حرف التاء للمرة الثانية يحيل إلى أن الدولة تمارس سلطة تنظيم حياة الأفراد داخل الجماعة، ممارسة تنظيم حياة الفرد أو الأفراد داخل الجماعة. والتاء أيضا أن الدولة تنظيم سياسي وعقلاني. وللمرة الثالثة حرف تاء يحيل كذلك إلى أن الدولة تمارس سلطة ظاهرة وخفية، وعلى أن يعني مفهوم الدولة من طبيعة الحال أنها ظاهرة بادية للعيان وكذلك غير مرئية وخفية. نذهب إلى حرف الغين، مغرم، يعني ما الغاية من الدولة؟ من طبيعة الحال الغاية من الدولة هي غاية تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد. نذهب إلى حرف الواو، وجدته حرف الواو يعني يحيل إلى كلمة وسيلة ووسائل الدولة. لنطرح السؤال بين هل الدولة غاية أم وسيلة؟ هل الدولة غاية أم ووسيلة؟ ثم نذهب إلى حرف الألف. حرف الألف يحيلنا إلى الفيلسوف سبينوزا في كتابه رسالة في اللاهوت، والذي يرى أن الدولة ضرورة سياسية لتجاوز الأهواء والعنف الطبيعي. ثم نذهب إلى حرف الجيم، ويحيلنا إلى الفيلسوف جون جاك روسو، والذي يؤكد على أهمية الدولة الديمقراطية في تحرير الإنسان من الأهواء والعنف وجعله يستخدم الاستخدام الجيد للعقل بشكل جيد مع
تشريع القوانين وما يتبعها. ثم نذهب إلى حرف الهاء، حيلنا إلى الفيلسوف هيجل الذي يرى أن الدولة تحقق حرية العقل الكوني المطلق. هيجل يرى أن الدولة تحقق حرية العقل الكوني المطلق أو التطابق ما بين العقل والتاريخ. من طبيعة الحال سنذهب إلى حرف آخر هو حرف الباء، ويحيلنا هذا الحرف إلى بداية التفكير في الدولة ومفهومها وغايتها. وهذا التفكير من طبيعة الحال ابتدأ مع فلاسفة عصر الأنوار خلال القرن الثامن عشر، ومع فكرة جوهرية وهي تحقيق الحرية المدنية والجماعية للأفكار. يعني بشكل بسيط أن هذه الحلقة قلت في بداية الحلقة أن الفلسفة في جملة، وهذه الجملة تختصر مفهوم الدولة، المفهوم والغايات. نتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم نظرا لبساطتها وكذلك لظرفتها. فقط تذكروا الجملة بشكل جيد: مغرم وجدته سببا يخطو. مغرم وجدته، يعني فلسفة بطبيعة الحال، مغرم وجدته سبتا يخطو. أتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم، يعني استعبها طريقة بسيطة وسهلة دون إرهاق ودون جهد. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، وإن شاء الله سنأتي على إبداء حلقات يعني في هذا المضمار، سواء في مادة مواد الاجتماعيات، الفلسفة واللغة العربية، ويعني تقديم الكثير من المساعدة و طريقة يعني تعليمية تعلمية لكل المتعلمين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم عبد الله الثورة، وكل المحبة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.